ما تقدمها ليش، تقدم لي في تصاور تطير في السماء كأنه حمام واحد باي داكار شتي. ولكن انا نستنى فيك باش تعطيني لا ليست، لا ليست. انا تو نحاول باش نقرا بعض الاسماء ما لحقتش عليهم بكل صراحه. معناتها التكنيك هو متوجه انك تعمل فكره جديده، هو فكره متطوره ولكن تتقنها. شيء رائع جدا. ووليد رجراجي عمل موقف تعرفوا قد ايه قوه الجماعه المغربيه وقوه المنتخب. السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر أصدقائي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا حقد ديال واحد الإعلامي تونسي على المغرب، كيتكلم على تقديم وليد الركراكي للائحة المنتخب المغربي واللاعبين اللي غيلعبوا في المنتخب المغربي. يعني الأداء ديال التقديم كان تقديم اللي هو جد رائع، وصحف عربية وإفريقية وكذلك عالمية تكلموا على التقديم اللي كان جد رائع، إلا إعلامي تونسي ما عجبوش الحال. التقديم ديال هذا الفيديو اللي قدمه وليد الركراكي تيخص المغاربة بالدرجة الأولى والإعلام العالمي والإعلامي التونسي، بحال هذا الإعلامي اللي بين من الكلام ديالو أنه حاقد على المغرب، وكذلك نشوفوا الفرق مع إعلامي مصري بدون حقد وبكل لطف تجاه إخوانه المغاربة في هذه المداخلة ديالو حول المغرب وحول الكرة المغربية. نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو ونتلاقوا في الأخير ديالو. الموتوتريك ما فيها حقد، نحكي على الفكرة شوية جرافيك مزيان. فكرة تحكي على ديمي فيناليست كوب دي موند، راك كاتريم مونديال ولا تحكي على الافكار حكر كان على ديمي فيناليست تاع المونديال. كيف ما قالك يوسف هذه سهله، هي تي حد نجم يعمل هذه مش حاجه. شفنا ما عملناش، اما نحكي لك شفنا ما عملناش مش معناتها خاطر هما عملوا حاجه هذه معناتها اعجاز. هذه حاجه ما قلتش اعجاز انا، شفنا ما عملناش. شوف هما هذه تسويق، نحكي لك على قيمه التسويق في العصر الحاضر. هما راهو خاطر في المروك تحبوا لا تكره، كان احنا جينا في بلاصتهم منتشين بك الديمي فينال تاع كوب دي موند، شيخين ببلادهم بالليك ناسيونال تاع، حتى احنا شيخين بلادنا بالمنتخب نتاعنا يا خويا. ما علاش نصغروا مروحنا سي فريد؟ لا مش نصغروا مروحنا، سامحني هي راهي تسويق سياحي. ايش تسويق سياحي؟ نمشي في حاجه للسياحه. تسويق سياحي ونحن في حاجه للسياحه. كل ارقام، كل ارقام حطوها بمنطقه معينه، اي صح، بالصحراء بالمدينه العربي نتاعهم بالتكنولوجيا حتى شفنا معناها المواني نتاعهم. لا هذه صحيح، معناها الفكره تولي ممتازه. اني نقدم المنتخب نتاعي ومام طون نعمل تسويقه سياحيه للبلاد نتاعي اللي نربحوا منها. عاجزين احنا باش نعملوا افكار سي عبد الباقي ولا مش لاهين بالافكار؟ لاهين بالعرك. ما احناش عاجزين باش نعملوا افكار، انا ما نشوف في حد شيء اكسبسيونيل في الفكره هذه. قاعد نشوف في مراوله الطاير، وكي نقعد انا يلزمني نعاود الفيديو هذا 10 مرات باش نجم نقرا الليسته ونخرجها. فهمتش علاش؟ والاسماء بالفرنسويه يا لندرا. انت المنتخب هذا المغربي هل هو منتخب الدار البيضاء والرباط؟ أم منتخب الجيئات اللي أصابها زلزال المغرب اللي ما يعرفوش يقرأوا حتى بالعربي مسيكنات، واللي هما يبدأوا يستناو في ماتش الكورة هذا باش كذا. كتقدم لي انت ليست وما تقدمها ليش، تقدم لي في تصاور تطير في السماء كأنه حمام واحد باي داكار شتي. ولكن أنا نستنى فيك باش تعطيني لا ليست، لا ليست. أنا تو نحاول باش نقرأ بعض الأسماء ما لحقتش عليهم بكل صراحة. معناتها التكنيك هو متوجه انك تعمل فكرة جديدة وفكرة متطورة ولكن تتقنها. أولا أنت المغرب اللغة العربية هي الأساس، ما هيش موجودة، الأسماء مكتوبة بالفرنسية كما قلت لك، ما هوش الشعب المغربي حتى الأسماء بتاع المنتخب الوطني التونسي على المرأة مش مكتوبة بالتالي مش مكتوبة بالعربية. المنتخب التونسي بالمنتخب المغربي، احنا قاعدين نحكيوا على الفكرة هذه. ايش بدي المنتخب التونسي تقول لك رأي كيفاش عمل هذه سي با معناها؟ لا لا شوف تو نقول لك حاجة، الفكرة المتطورة جدا. يلا يطلع مدرب في إكران يعطيك الليست يقول لك باي باي، حط لك تصويرة والاسم وباي باي، ولا كلام ولا سلام ولا نقاشات، ولا يقول لي عقد حتى النصف النهائي ولا عمر بالزور باش ما تقعدش بعد الكلمات والسلامات والعرك. تفضل توا انا قلنا شوف، شوفوا البرازيل، شفنا فرنسا، شفنا المانيا، شفنا يطلع لونترونور في إكران تك 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 باي باي. شو اللي بيناتك كبير على ملعبات الفار جيش الملكي ساشون كو تقديم صراحه ترى تقديم الارجنتين للليست نتاعها كان على الشكل هذه ما كاين مستوحات ومكتوب بالاسبانيه بلغتهم ومكتوب وهز المونديال يفكسيلك على الاسم، يفكسيلك على الاسم كلك سكوند باش تاخذ الاسامي. مش شيء طاير هكا وانا نلوج شنو اسمك شنو اسمك يعني ما عجبتكش جماليا؟ جميله
ولكن انا جي بزوان دو لانفورماسيون، انا ما تعاونيش باش ناخذ لانفورماسيون، حاجتي بالليست انا هاك اقرا لي شكون هذوك. الليست قدمها لك في الاخر، قدمها لك في الاخر مكتوبه يا سي. معناها هذا فيلم في الزياده، هذا في البدايه ديسير، معناها هذا في الاتاك نتاعو، وبعد شربه معناها الصلاه الاولى، بعد عطانا الليست اللي يهمني واك الليست الاهم يا خالد. رابع العالم، فريق متميز متكامل، وليد رجراجي مدربه مدرب ولا اروع، عنده مجموعه ممتازه من اللاعبين المحترفين. تعال نشوف اللاعبين المغاربه وقيمتهم التسويقيه، نشوف مع بعض من خلال هذا التقرير ونرجع نعلق عليه. عندنا طبعا ياسين بونو قيمته السوقيه 11 مليون، بيلعب في الهلال السعودي، عمره 32 سنه. عندنا منير الكاجوي 900,000 يورو، 34 سنه. عندنا المهدي بن عبيد، المهدي بن عبيد 1.5 مليون يورو. كل دول الحراس. بالنسبة للمدافعين عندنا رومان سايس طبعا لاعب معروف جدا ومميز، في كمان عندنا نايف أكرد، أيوة 35 مليون يورو عمره 27 سنة. في كمان شادي رياض 6 مليون يورو عمره 20 سنة، لاعب صغير السن. عندنا كمان عبد الكبير برضو بس ما لحقتش قيمة التسويقية اشوفها كام. في كمان يونس عبد الحميد 700,000 يورو عمره 36 سنة. أشرف حكيمي طبعا 65 مليون يورو عمره 25 سنة، لاعب رائع والنجم باريس سان جيرمان. محمد شايبي النجم الكبير بتاع بيراميدز 800,000 يورو وعمره 30 سنة، وسعداء جدا ان هو دخل القائمة. نصير المزراوي 30 مليون يورو عمره 26 سنة. يحيى عطية الله لاعب الوداد 2.5 مليون يورو، وليه حكاية طريفة هقول لكم عليها دلوقتي. لاعبي خط الوسط عندنا طبعا سفيان مرابط، ده بقى الجندي المجهول، 30 مليون يورو وعمره 27 سنة. عندنا أسامة العزوزي عمره 22 سنة 2 مليون يورو. عندنا سليم عم الله 2.5 مليون يورو عمره 27 سنة. عندنا كمان عز الدين أناحي 12 مليون يورو 23 سنة. وعندنا كمان أمير ريتشاردسون عمره 21 سنة، ده كان في المنتخب الأولمبي، قيمته 6 مليون يورو. عندنا بلال 18 مليون يورو عمره 19 سنة، واخد لاعبين صغار السن كتير. عندنا طبعا حكيم زياش 15 مليون يورو عمره 30 سنة. إسماعيل سايبري 10 مليون يورو عمره 22 سنة. عندنا كمان أمين عدلي 25 مليون يورو عمره 23 سنة. عندنا أمين الحارس 15 مليون يورو عمره 26 سنة. وعندنا سفيان بوفال 7 مليون يورو 30 سنة. وعندنا كمان الزلزولي عبد الصمد الزلزولي طبعا النجم الكبير بتاع منتخب الأولمبي. وبعدين عندنا يوسف النصيري 20 مليون يورو 26 سنة. أيوب الكعبي 3.5 مليون يورو عمره 30 سنة. وعندنا كمان طارق توسودالي 5 مليون يورو عمره 30 سنة. توفيق للمنتخب المغربي. الحقيقة وليد الرجراجي عامل خلطة جميلة كده، ما تلاقوش لعيبة كتير عمرها 26 أو 27، كلهم 30 29 يا 20 21 22 23. هو عامل توليفة وفيها توازن، وده شيء رائع جدا. ووليد رجراجي عمل موقف تعرفوا قد إيه قوة الجماعة المغربية وقوة المنتخب. أهلاً وسهلاً أصدقائي، مرحبا بكم مرة ثانية على قناة كوميس الخبر. كنتمنى من هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم، خليوا الآراء ديالكم في التعليق على هذا الإعلامي التونسي. وكذلك نقول لكم أصدقائي نتلقوا فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.